لكن لا ننسى كذلك أن نعيدها وكررها من خلال تدخلاتنا في العديد من الاستديوهات من البلاطوات، على أنه كذلك المركز الثاني مركز مهم بالنسبة للاتحاد المنسجم، وبالتالي عامل من عوامل التوفق على التفوق على الخصوم. بالنسبة لحراسة المرمى، ثنائي خط الدفاع او محور ثاني الدفاع مباراة على التوالي بعد نادي صفاقسي بالضبط، البدران وتوغاي الشتي على المرونة التكتيكية، استعمال العدادي ممكن تغيرك من 4-2-3-1 ل 4-3-3، نفس الشيء كابتن وجدي بوصرصار بالنسبة لاستعمال البدري عملية خاصة التحولات الهجومية السريعة، واعتقد انه البدري للزميل هيكل الشعري، شكرا للربيع العفوي والكابتن وجدي بوصرصار، والشكر موصول كذلك لخبسات مجموعة التتويج، فأن لربما الأنظار هنالك ثلاث مباريات فقط متبقية. الترجي منذ البداية لكن يشير إلى وجود التسلل، هو قرار سليم جدا من الحكم المساعد والتشكيلة الأساسية، لكنه حاضرا في هذا الزايد ثلاثة، وفي المركز الثاني للاتحاد المنستيري، كرة من أجل أول أهداف اللقاء ملعوبة، جوله من بوابة المنستير باتجاه احتفالات باب السويقة. يسجل الترجي، يتقدم ويضع كرة في المرمى ويسجل أول الأهداف من أجل ختام. هكذا كانت الوضعية بانطلاقة في غاية الروعة وبنهاية مثالية جدا من أجل الانتصار، لكن بانتظار الرد في الجانب المقابل محاولة تأتي لك 11 شهر من الكرة لمحاولة داخل منطقة الجزاء، طالت وصلت سهلة طريق اللاعب زياد العلوي، أمامية ملعوبة داخل منطقة الجزاء، البحث عن التقية سياسيا جديدا، إلا إذا لكن هي التعادل من أجل الوصول إلى هدف التقدم من أجل الانطلاق، لكن مرتدة في الجانب المقابل من أجل الثاني. أوهو، وتحولت إلى خارج أرضية الملعب جدا لمصلحة الترجي، لكن كرة تصطدم في القائم وتتحول إلى خارج أرضية والتي يسعى من خلالها نادي الترجي اللقاء او في شوط المباراة الاول على وجه التحديد. كرة وصل ضعيفة جدا لاعب الاتحاد المنستيري، كرة من اجل التهديد بنتيجة التعادل السلبي. خمس مباريات يبحث عن تحقيق ذلك، كرة بمحاولة ملعوبة الان، لكن ايضا سرايري هو حكم تقنية الفيديو في هذا اللقاء. كرة بمحاولة داخل منطقة الجزاء خطيرة جدا، لا 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 لا، يسجل الترجي ويضيع الفرص ويعلم تماما بأن الفرصة الأنسب هي متقلباتها وأي شيء آخر، لكن لو انتصر التدخل يأتي، والمطالبة أيضا بتدخل أخصائي العلاج هذه اللقطة وفي هذه المحاولة. بعض الكرات يعني اعتقد بتوجب الاعاده، لا تستوجب الاعاده. كلاسي في هذه المواجهه، كره الى خارج ارضيه الملعب، ركنيه ملعوبه، لكن ايضا دبشي راسيه لكن الى خارج دوله القادمه ما بين الافريقي، كره وهو يستسلمون، يريدون القتال للحظات الأخيرة والمحافظة على الآمال. هنا البنزرتي، هنا جمهور المنستير، هنا ملعب بن جنات. نادي الترجي، كرة بمحاولة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، لا وجود فيها للتسلل، عرضية خطيرة. هذه المحاولة هنا الكرة بعد ذلك والتمريرة، هي لو سجلت سنعود الى تقنية الفيديو بكل تأكيد. محاولة لمصلحة الاتحاد المنستيري، لا تسديدة قوية تأتي من دولة صافرة، نهاية 11 شوط المباراة الأول. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، شوط أوفى بكل الوعود، إثارة متعة تشويق على التحكيم أنيس البدري، لذلك التبديلات الآن سنتحدث عنها بعد هذه المحاولة. بداية أولى لمصلحة الترجي في شوط المباراة الثاني وتسديدة، لا 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 البداية، من البداية لا يترك بن حمودة أي مجال للتأويل ولا يترك أي مكان.
يتقدم لمصلحة القدم اليسرى في شباك المحواشي، هدف ثاني يأتي. ومن يتواجد في المركز الثاني والاتحاد المنستيري سيتراجع. هون انطلق، دخل إلى منطقة الجزاء، مر تقدم سدد، لكن حارس المرمى لا زالت مستمرة وقائمة، مطالبة لا زالت حاضرة وتسديد من محمد علي بن رمضان. بن رمضان هو من تقدم، لكن شوف انطلاقة حمده، حمده من الجهة اليسرى الليبي المميز الرائع الجميل، تصدى في المرة الأولى ثم بعد ذلك قرار بالاستمرارية، قرار بالاستمرارية. هذه اللقطة نعم لا وجود فيها لأي كلمة فيما تبقى من أحداث في هذه المواجهة. ننتظر كرة بمحاولة داخل منطقة الجزاء راسية، لكن حارس الجزاء والراسية جاءت عن منطقة الجزاء خطيرة لمصلحة الترجي، ملعوبة عرضية داخل المنطقة راسية تهيأت، لكن أيضا الترجي كان في 2007 كرة وتسديدة تأتي إبعاد، لا زالت مستمرة وقائمة، ملعوبة عرضية خطيرة. الشوط الثاني للترجي بشكل مميز، فرصة للثالث، فرصة للثالث، أوهو ربع ساعة أولى تقريبا 14 دقيقة مرت هذا التصدي، وهنا الكرة وهنا المحاولة، بينما هذه كرة حمدو والتصدي بعد الأول، كرة بمحاولة من حمدو، كرة بمحاولة أمامية ملعوبة، تغطية وإبعاد، لا زالت فرصة للثالث، ضاعت على حمدو. لا زالت الأمور بهدفين مقابل هدف، لا زالت بهدفين مقابل هدف واحد. أحداث هذه المواجهة، شوف تمريرة مثالية جدا، مثالية جدا، وفي مواجهة مرمى فاضي حقيقة من حمدو. نتيجة مع النادي الأفريقي في مباراة كانت للترجي، بعد ذلك تحولت الأمور للاتحاد المنستيري. الآن يبدأ الشوط بأمور للترجي، تلقى ببطولة الدوري حتى اللحظات الأخيرة. كرة بمحاولة مرور مثالية جدا للعدادي، راسية داخل منطقة الجزاء، ياخذ مكانه في أرضية الميدان بديلا لحسام الطاكرة بتسديدة لنا بهذه المعلومة التي تؤكد سلام عن طريق زياد العلوي. أمامية داخل منطقة الجزاء لهدف في حمادي العقربي، كرة بمحاولة الآن خطيرة، التعادل، العلوي يسجل التعديل، يسجل التعديل ويضع كرة في شباك الدبشي ليعلن عن عودة الاتحاد المنستيري من جديد، يعلن عن عودة الاتحاد المنستيري من جديد لتشتعل ألتراس المنستير هنا بهذا الهدف، وليعيد الآمال مرة أخرى لأبناء عاصمة الرباط. مستمرة وقائمة، ملعوبة عرضية داخل منطقة الجزاء، والتدخل الدفاعي هنا حكم المواجهة محرز المالكي القادمة وما يمكن أن يحدث فيها، لكن أيضا انتصار الاتحاد مع الترجي، أمور كلها ستشعل بطولة الدوري، لكن حتى هذه اللحظة الفارق الاتحاد المنستيري، ملعوب الكرة داخل منطقة الجزاء تعود مرة أخرى في الجهة اليسرى، بكاره مقران يأتي في المكان، يأتي في الزمان ويسجل في مرمى الزعيم، يسجل في مرمى الترجي، يرتقي، يضرب ويعلن عن التقدم، يعلن عن التقدم الآن عبد الحكيم مقران، يسجل الهدف الثالث للاتحاد، الهدف الثالث لأبناء المنستير. الترجي من أجل، الترجي من أجل الوصول، الترجي من أجل التعديل، 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 وبعيدة إلى ركلة مرمى يقلب الأمور ويتقدم بنتيجة المواجهة، يقلب الأمور ويتقدم بنتيجة المواجهة في الهدف الثالث، ويتقدم بنتيجة المواجهة بثلاثة أهداف. مفعل في الصراع بشكل كبير، كرة بمحاولة، لا 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 شوف اللقطة، شوف المحاولة راسية مثالية جدا، جميلة جدا، وردة فعل في غاية الروعة. الترجي يعني نعم أو عفوا في الدوري التونسي يعني سيكون واحد من الانتصارات المهمة تاريخيا، وهو الفار يأتي والاتحاد المنستيري يقلص الفارق ما بينه وما بين الترجي إلى نقطتين قبل ثلاث جولات من نهاية بطولة الدوري لتشتعل المنافسة.
هنا في هذا الموسم.